هلو هلو، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم اسبوع كامل ديال الاكل كيف ما كان، سواء كان صحي ولا ما كان. كنحاول انني ناكل شيء متوازن، سو يقدر يكون عندي فطور صحي، العشاء غادي ناكل شي حاجات اللي ماشي صحيه لهي، او لا نهار كامل مقاد، نهار فيه شي وجبه ماشي هذيك. المهم كل مره وشنو كنحاول ندير توازن في حياتي. دونك قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم اسبوع كامل فايت درت لكم نهار ديال شنو كناكل في النهار. قلت هذه المره ندير اسبوع كامل، كنت تشالنج بالنسبه لي انا. لكم تقدروا تاخذوا منهم افكار ديال الوجبات ولا شي حاجه بحال هكذا، المهم تعطيكم الانسبيراسيون، واحد شويه ديال الموتيفاسيون الى خاصكم. والحاجه اللي بغيت نقول قبل ما تفرجوا في الفيديو هو انني ما دايره شي دايت دابا، يعني ما متبعاش شي حاجه سبيسيفيك. الحاجه الوحيده اللي كنحاول ندير هو انه كنحاول نقلل من الخبز، كنحاول نقلل من لي برودوي ليتي، دونك الحليب، فرماج، داكشي كامل بحال هكا كنحاول ان ما ناخذوش بزاف. وكندير صيام متقطع. صيام متقطع كنت بديتو هذه واحد العام ونص في الوقت اللي كنت كنحاول نقص الوزن، ودرتو عاوني بزاف. كنت دايره معاه ريجيم، كنت دايره كنتريني حتى لخمسة المرات في السيمانه بحال هكاك، وعاونني في ديك لابيريود بزاف. ومن تما بقيت شاده ولفتو وبقيت شاده، عنده بزاف ديال المنافع من غير انه كيعاونك انك تخلي لو بوا ديالك ولا تحافظ على لو بوا ديالك. عنده بزاف ديال المنافع وحده اخرى. دونك بقيت شاده صيام متقطع انايا، حيت كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدروا ديروا الصيام المتقطع. انا كندير ما بين 8 الليل حتى 12، سو كنحبس الماكله مع 8 الليل، وفي ديك الوقت هذيك من 8 حتى 12 لا غدليه كنقدر ناخذ اتاي مسوس، قهوه، الماء ولا شنو ما كان. يعني اغلبيه المرات مور العشاء كنحاول ناخذ اتاي مسوس، وفي الصباح اول حاجه كنبدا بها هي كاس الماء وقهوه اولا اتاي، ما يكونش لهم السكر، القهوه ما تكون فيها لا كريم لا سكر لا حتى شي حاجه بحال هكذا. وصافي موراها كندير الوجبات ديالي. مره كندير شي جوج الوجبات، غادي ندير الوجبه مع 12 والوجبه مع ديك السبعه بحال هكذاك، يكونوا وجبات كبار. مره كندير وجبات صغر وكندير ما بيناتهم شي وجبه واحده اخرى اولا غير سناكس. كل مره وشنو ما حطاش في راسي واحد الحاجه هكذا خصني ناكل وصافي. و مرة كنطيب في الدار، مرة ما كنطيبش. المهم انتم غادي تشوفوا السمانه كيفاش غادي تدوز. كنتمنى تعجبكم، نخليكم تشوفوا لا فيديو. alright، هذا هو فطوري. خديت هاد رايس كيكس، درت فيهم الافوكا، فيه غير الملح، هادي بزار، وشويه ديال لابودغ ديال الثومه، وعصرت عليهم لايم. راه عندي واحد لا فيديو فين عطيت فيها افكار ديال الفطور، غادي نحطها لكم، نحط لكم اللينك. هاد رايس كيكس باش كنتفادى انني ناكل الخبز بزاف. عندي هنايا جوج البيضات وغادي ناكل هادي ونشرب معاهم الماء، قهوه، عاوتاني كنعاود نشرب القهوه دابا. بالنسبه للعشاء غادي نصايب واحد شويه ديال الدجاج، فيه توابل كل مره صراحه، وتوابل اللي كيجوني في دماغي ندير، ولكن دائما كنخلطهم بشويه ديال الموطارد، شويه ديال الحامض، وشويه ديال زيت البلديه. وغادي نديرو في الفران مع الخضره اللي كانت عندي. ديك المره كانت عندي الخيزو وشويه ديال الكاليفلاور والبروكولي، غادي نديرهم سوطي، كيعجبوني حسن من الفران. وصافي الدجاج والخيزو راه طابو في الفران، وهذا هو العشاء ديالي. ثاني اليوم نهار ثلاث، ما درتش بحسابي انني جايه للخدمه اليوم، سو صايبت الصباح غير شي حاجه دغيا، صايبت ساندويتش فيه الطون، فيه البيض، فيه الروكلا، فيه الكورنيشون، المهم شي تخربيقه خلطتها هنايا وصافي باش نجيب معايا شي حاجه. وما نصدقش واكله في الزنقه. خديت معاه حتى شويه من هذا الخيار، هذا كناكلو دغيا. و مور الغدا ناخد فروت وناخد هاد الكمبوتشا هادي نشربها. هادشي اللي عندي دابا، الا جاني الجوع ما بين الغداء والعشاء انا نعاود ناكل شي حاجه.
عديت، جيت من الخدمة، جيت مسالية عليا هنا. انا ما فيش لي خدمة، اللي ما فيش لي خدمة ما فيش لي طيب، ياسين ما فيش لي طيب. سو غادي نديرو تيك اوت تاي فود اليوم، غنوريكم شنو غادي ناخذ العشاء. It's a lazy day and ماشي مشكل. It's all about the balance. مرة تاكل healthy ولا نهار كامل تقدر تاكل healthy، واحد الوجبة تاكل شي حاجة اخرى ماشي مشكل. غدا ان شاء الله كملو بلان. بالنسبة لفطور اليوم عندي رايس كيك تاعو تاني، درت فيهم هنايا almond butter وغادي ندير فيهم شويه ديال البنان من الفوق، وغادي ناكل معاهم بيتش. كنت مشهيه كثر ديال لي فخوي هاد الصباح هذا، فهذا هو فطوري مع كويس ديال القهوه ولا اتاي. هنا يوم ديك الاوقات اللي جلست في الدار كتبغي تكرينو تي، كتبغي تاكل شي سناك ولا شي حاجه، سو خديت هاد البيتس مع سويت بوتيتوز تشيبس، دي ريلي جود. بالنسبه للعشاء درت واحد شويه ديال البطاطا طايبه في الفران، الصومون تا هو طايب في الفران غير بالملحه والابزار وشويه ديال الحامض، ودرت معاهم لي شامبينيون سوتي وواحد شويه ديال لي زيبينار تا هما. وهذا هو عشاتي، كيجي بنين، هذا وان اوف ماي فيفورتس حيت كيجي خفيف وبنين. فطور اليوم درت اومليت بلي زيبينار و شامبينيون معاهم بانانا وشويه ديال القهوه، ومن بعد صايبت اون سالاد، بقى ليا واحد شويه ديال الصومون بغيت نستعملو، دونك درت شلاضه درت فيها الخيار مطيشه شويه ديال البصله، وقطعت هذاك الصومون اللي كان بقى ليا حتى هو فرتتو في شلاضه بحال هكداك، ودرت عليهم واحد لاصوص خفيفه درت فيها غير المودارد، هذه فينيغر باسيليك وواحد شويه ديال زيت البلديه وواحد شويه ديال الابزار وخلطتهم، وفي حقيقه جات زوينه. اول مره كنصايب هاد الشلاضه هذه وجات زوينه. العشاء اليوم درت تاكوز بالدجاج، شويه ديال غواكامولي، هذه صلصة كندير فيها حتى المونغ، كتجي واعره and so refreshing. عندي شويه ديال مكسيكان صلصة، وهاد كورن تورتياز. نم نم نم، تاكوز ديالي هما واجدين، they're so good. هاد بيكو دي غايو اللي فيها المونغ كتجي واعره. I can't wait to eat this. فطور هاد الصباح عندي اوت ميلك مع شويه ديال البنان، almond butter درت العسل باش نحليه واحد شويه، وشويه ديال الجرانولا باش ندير فيه الكرانش. دينر اليوم غادي نديرو فاهيتا بولز، درت هنايا الروز، درت فيه شويه ديال القزبر وشويه ديال اللايم. كروفيت كيطيب هنايا، فلفله وبصله ديجا طابو، هادي بيكو اللي بقات من البارح، شويه ديال الصلصه، وغادي ندير فيها كورن وبينز. فطور هاد الصباح عندي توست فيه كونفيتور وزبده، جوج البيضات وواحد شويه ديال لي فخوي. العشاء اليوم كان ديال الزربه، كما كتشوفوا راني في الطوموبيله كنحاول ناكل قبل ما توصل 8. عندي جابانيز نورولز معهم واحد شويه ديال الخضره. هاد الصباح هذا بديت اول وجبه في بيكنيك مع البنات، عندي هنايا بوكي بو فيه الروز فيه الخس لافوكا و سومون مع لي صوص اللي كيديروا وواحد شويه ديال لي فخوي. وبالنسبه للعشاء درت ليفت اوفرز، شنو ما كان عندي في الثلاجه اللي كان بقى ليا من العشاء اللي كنت صايبت، خلطته في بول وداكشي اللي كليت وصافي. هذا هو الاخر ديال الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى نكون عطيتكم شي افكار. الى عجبتكم شي غوسيت، وراني عارفه ما دخلتش في لي ديتاي ديال كل غوسيت ولا هذا، الى عجبتكم شي غوسيت ولا عندكم اي اسئله خليهم لي في الكومونتير. الا بغيتو شي وحده نديرها في فيديو بوحدها نشرحها لكم اكثر ونعطيكم لا غوسيت كامله حتى هي، ما تنساوش تخليوها لي في الكومونتير.
خلي لي الطمزة باش نعرف لا فيديو عجبتكم وتشجعوني كتر، ونشوفكم مرة اخرى ان شاء الله. سلامة.